السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه من شيوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم ان شاء الله لا كريم باتيسيير من السما بالفاني. بالنسبه للمقادير ديالها غادي نحتاجوا فيها جوج صفار ديال البيض، جوج حبات ديال البيض كاملات، 60 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال النشا او لا مايزينا، نص سيترو ديال الحليب، و 20 غرام ديال الزبده. وعندنا لافاني، انا اليوم مستعمله هاد لاغوس ديال الفاني، ولكن ممكن تستعملوا كيس ديال السكر المنكه بالفانيليا. كيف ممكن انكم تغيروا، ما ديروش الفاني، ديروا قهوه، ديروا كراميل، ديروا سكينجبير طري، كيبقى دائما النسمة ديال الكريمه على حسب الاستعمال اللي باغي نديروها فيه. اول حاجه غادي ندير هي واحد الاناء ديال الزاج اولا كيف ما كان، المهم من الاحسن يكون ديال الزاج ويكون كبير في كونجيلاتور باش يبرد ليا مزيان بين ما وجدت لا كريم. من بعد غادي ناخذ لاغوس ديال الفاني، كتعطي واحد النسمه زوينه وكتعطي حتى دوك الحبيبات اللي كيكونوا في لافاني، كيجي الشكل ديالهم زوين في لاكريم. غادي نحاول كيف ما ملاحظين الشكل ديالها كيفاش كتكون، غادي نحلها كنحطوها هكا وكنقسموها على جوج بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نحاولوا نديروها هذا الشكل، نحلوها بهكا وكنجروا هذيك الزريعه اللي كتكون في الداخل ديال لاغوس. هذه هي دابا لافاني اللي كتعطينا نسمه، حتى العود كيكون فيه المذاق، ولكن هادو هما الحبيبات ديال لافاني. غادي نديرهم في الحليب، غادي نعاود نحل حتى هذاك النصف الاخر بهذا الشكل هذا، كنحيدو الزريعه كامله ما نضيعو فيها حتى حبيبه. شي واحد شويه غادي نضيفو على الحليب، وغادي نضيف حتى العود. هذا الا بغيتو ديرو، ما بغيتوش كتحتفظوا بيه لان هذا باقي فيه واحد شويه ولكن باشو باش ما يبداش ليا. وغادي نديرو على النار يغلى حتى يفادنا الحليب، عاد كنحيدو. لكن غنضيف عليه نصف كميه ديال السكر، وغادي نديرو فوق النار حتى يغلي لنا الحليب. وهداك جوج صفار ديال البيض غادي نضيف عليه جوج حبات ديال البيض اللي كيكونوا كاملات، غادي نخلطوهم واحد شويه. غادي نضيف عليه الباقي ديال السكر، نخدموه من بعد واحد شويه. البيض غير كنضيفو عليه السكر وكنبداو نطربو فيه، ما خصناش نخليوه لان السكر كيطيب البيض وما كيحتاجش اننا نطلعوه بزاف، غير كنهرسوه واحد شويه. وكنضيفو عليه النشا اولا لا مايزينا، كنخلطو كلشي مزيان. من بعد ما كيفيض الحليب كما ملاحظين كيولي كله مشكل بهذوك الحبيبات ديال الفاني، غادي نحيد هذا العود. هذا انا ما كنلوحوش، كنشفو وكنديرو في القرعه اللي دايره فيها السكر سنيده باش كيبقى ينسم فيها، ولكن حتى كنشفو ما نديروش هكا هو فازل. غادي نضيف شويه هكا ديال الحليب مع التحراك باش ما نطيبوش البيض، كنضيفو كميه الاول غير شويه. الا بغيتو تفيضوا الحليب، الا كنتو مستعملين هاد العود ديال الفاني تفيضوا الحليب وتخليوه يبرد وتعاودوا تغليوه عاود مره اخرى بالفاني، ممكن انكم ديروها باش كتعطيوكم واحد النسمه اللي كتكون مجهده ديال الفاني. غادي نزيد واحد شويه ثاني، وغادي نرجع الخلاط كامل كسرونة اللي طيبنا فيها، وغادي نرشو على نار مع التحراك، نبقاو مستمرين في التحراك ما نحبسوش حتى كطيب لينا لاكخيم وكتقل لاكخيم باتيسيير. بعد ما وجدت هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيكون، بعد ما رجعتها فوق النار اللي كانت متوسطة ما بين متوسطة ومهيلة مع تحراك مستمر، وما نسوش هاد الجناب هذا ديال الكسرونة باش ما تلصقش لينا فيهم وكتحرق وتعطي النسمة ديال الحراق من بعد، كنخليوها كتقال وكطيب تقريبا ما بين جوج حتى ثلاثة دقائق. ضروري ما نخليوها طيب واحد شويه باش كنعقموا البيض، وكذلك كنطيبوا هذيك النشا اللي لما طيبناهاش من بعد كتعطينا واحد النسمه ما زويناش ديال الدقيق في الكريم، بحال لا كريم باتيسيير بحال لا كريم
او لا صوص بيشاميل ضروري اننا نطيبوهم. وراه بسرعه كتبدا توجد لان الحليب اصلا كيكون سخون. كيف ما لاحظتوا ضفت هذيك 20 غرام ديال الزبده، غادي نخلطوا كلشي مزيان، نحبها مازال سخونه باش تذوب. صافي غادي نجيب هذاك الاناء اللي درت في الاول في الكونجيلاتور، كنكونوا متاكدين ان الزبده ذابت. غادي نفرغوا في المول. هذه الطريقه هذه بالزربه كتبرد عندنا لا كريم. ناخذوا الفيلم اليمونتير كنحطوا عليها او كونتاكت، يعني كنحطوا على لا كريم مباشره، كنغطيوها مزيان. غادي ندخلوها للثلاجه تبرد حتى تبرد مزيان. انا دابا ما بغاش نستعملها اليوم، غادي نستعملها حتى الغد ان شاء الله. كنديرها دائما هكا على تيسا، هي ما كتبقاش مده طويله لان فيها البيض كما عارفين طري ما بين يومين حتى 3 ايام. شي كنديرو دائما على حساب اللي كيقدنا. انا دابا غادي نستعملها غدا، يعني كنوجدها اليوم بما كتبرد على راحتها عاد كنخدم بها. لا كريم بعد ما بردات مزيان ملاحظين الشكل ديالها كيفاش كيولي. غادي نديرها هكا في لو بول وغادي نطربها حتى كتسلق وترجع عندي كريمه. بعد ما كنخدموا لا كريم بطراب كهربائي كيف ملاحظين كترجع كتسلق. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيكون كيف ما ملاحظين. كتكون عندنا دابا جاهزه للاستعمال كيف ما ملاحظين. القوام ديال لا كريم باتيسيير الشكل ديالها كيفاش كتجي بعد ما كنطربوها. غادي نعمر بها انايا فون دو طارت، غادي نديرو بفواكه. بالنسبه لهاد لا طارت الا بغيتوها غندير لكم الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو. ونتمنى الاقتراح ديال لا كريم باتيسيير يكون نال اعجابكم. وما تنساوش دائما الاشتراك في القناه باش توصلوا الجديد. وبصحه وراحه.